قال الله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. صدق الله العظيم. في هذه الآية الكريمة إشارة إلى ثلاثة أنواع من المياه: مياه الأنهار وهي شديدة العذوبة، ومياه البحار وهي شديدة الملوحة، ومياه في منطقة المصب وهي مزيج من الملوحة والعذوبة، وتوجد في المنطقة الفاصلة بين البحر والنهر. بعد دراسات وأبحاث على مدى عقود، توصل العلم إلى حقيقة مفادها أن الكتل المائية الثلاثة لا تختلط في الملوحة والعذوبة. وقد شاهد الباحثون الذين قاموا بتصنيف الكائنات الحية بأن معظم الكائنات التي تعيش في البحر أو النهر أو المصب لا تستطيع أن تعيش في غير بيئتها وتموت إذا خرجت منها. أما منطقة المصب فهي منطقة محجوزة على معظم الكائنات الحية، سواء تلك التي تعيش في البحر أو غيرها التي تعيش في النهر، لأن هذه الكائنات تموت إذا دخلتها بسبب اختلاف الضغط الأسموزي. وإذا كانت العين المجردة لا تستطيع أن ترى هذا الحاجز الذي يحفظ الله به منطقة المصب، فإن الأقمار الاصطناعية قد زودتنا بصورة باهرة تبين لنا حدود هذه الكتل المائية الثلاث. وسبحان الله، فقد وصف القرآن الكريم لنا منطقة الالتقاء بينهم بأدق وصف وأدل لفظ وأوجز عبارة، تضمنت تحديد العلاقة بين الكتل المائية الثلاثة وكائناتها الحية التي تعيش فيها. قال الله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة في تلك العصور المتخلفة؟ هل كان يملك تلسكوبات وأقمار اصطناعية؟ أم أنه وحي من عند الله خالق هذا الكون العظيم؟ أليس هذا دليل قاطع على أن هذا القرآن حق من الله تعالى؟